من العاصمة المصرية القاهرة تنضم إلينا الأستاذة رنا العدوي، رئيس مجلس إدارة شركة أكيومن لإدارة المحافظ وصناديق الاستثمار. أستاذة رنا، أهلا وسهلا بحضرتك. كيف ينظر إلى هذه الخطوة في إطار محاولة كبح جماح التضخم في مصر؟ الحقيقة هي خطوة إيجابية للغاية ومهمة جدا جدا، لأن إحنا لو بصينا على المصدر الرئيسي للتضخم في جمهورية مصر العربية كان سببه عدم توفر النقد الأجنبي، فالقرارات الأخرانية أو القرارات اللي اتخذها البنك المركزي اليوم بعد إتمام صفقة رأس الحكمة اللي وفرت لمصر نقد أجنبي يقدر ب 35 مليار دولار، هو طبعا خطوة إيجابية. رفع سعر الفايدة مع ترك العملة الأجنبية لآليات الطلب والعرض هيجذب استثمارات أجنبية كثيرة في أوعية الاستثمار المختلفة لدينا في مصر. أول قطاع هيستفاد الحقيقة من ارتفاع سعر الفايدة وارتفاع وفي نفس الوقت مع ترك الدولار للآليات هو قطاع الاستثمار الغير مباشر. بنرى ان طبعا هيبقى فيه استثمارات هترجع تاني في السندات المصرية مرة اخرى، وهيرجع تاني الاستثمار في البورصة المصرية، وهتقدر الدولة تقدر تنفذ برنامج الاصلاح الاقتصادي من حيث التخارج وبيع الجزء او الاصول اللي كانت موجودة عندنا في برنامج الاصلاح الاقتصادي. كل ده بشأنه سيوفر السيولة عالية في النقد الأجنبي، وستلتزم مصر بالوفاء بالتزاماتها في الديون الخارجية، ومن شأنه أيضا رفع تصنيف مصر الائتماني من النظرة المستقبلية السالبة إلى نظرة مستقبلية مستقرة. أستاذ رنا، حضرتك أشرت إلى الاستثمار غير المباشر في السندات، لكن هناك طرح لسؤال مرتبط بالاستثمار المباشر، خصوصا وأن هناك الآن يفترض مع تدفق هذه السيولة النقدية من العملة الأجنبية إراحة أكبر للشركات العاملة في مصر، خصوصا فيما يتعلق بالتحويل الآمن للأرباح من العملة الأجنبية، وكذلك توحيد سعر الصرف أو على الأقل جسر الهوة بين السعرين. هل ينظر إلى هذه المسألة من هذه الزاوية أم لا؟ أيضا نعم، هو الحقيقة يعني زي ما بنقول إيه، خبطنا كل الحاجات اللي كانت مأثرة علينا بسلب في قرارات واحدة. كل ده النظرة لما نترك الحاجة للعرض والطلب دي نظرة مريحة للمستثمر، لأنه النهاردة المستثمر حتى لو كان عاجبه أي استثمار جوه جمهورية مصر العربية وكان فيه سعرين للصرف والفرق ما بين السعر ده والسعر ده 50 أو 60 أو حتى 100% في الأحيان، فهيقول طيب أنا هستثمر في الدولة دي لما أجي أخد فلوسي تاني هخسرها في فرق سعر الصرف. فأنت النهاردة شلت العقبة الكبيرة من المستثمر الأجنبي، وزي ما أنت شفت في رغبة كبيرة جدا للاستثمار في السوق المصري، لأنه سوق طبعا متنوع وكبير. والخطوة اللي أخدناها دي خطوة تاريخية، يعني فكرة ان احنا نسيب سعر الصرف العرض والطلب، وفي الاخر الاقتصاد دايما بيظبط نفسه. يعني احنا النهاردة في الاول ممكن نشوف ارتفاع في سعر الصرف علشان كان في طلب للدولار كبير جدا، يعني في الاستيراد وفي الكلام ده كله واقف بقاله فترة، وبس تدريجيا سينخفض سعر الصرف ويوصل للقيم عادلة مقبولة جدا. كذلك التضخم انا لا اعتقد ان التضخم اللي هو بتاع شهر يناير اللي كان مرتفع وصل 30%، بالخطوه برضو بتاعت رفع الفوائد اللي هي برضو هتبقى هتاثر على التضخم، مع فكره ان احنا بنجتذب استثمارات في كل الاوعيه المصريه بالعمله الاجنبيه اللي هي اساس سعر التضخم، هيؤدي في الاخر السنه الى انخفاض التضخم لمستويات عاديه جدا، أتوقع أنها تكون في نسبة 10-11%، وسنشعر مستويات عادية مش عالية حتى لا تكون المفردة عادية. نعم. من 10-11% نتوقع التضخم يوصله لآخر السنة، وتكون الفوائد اللي البنك المركزي رفعها، ويكون الخطوات اللي اتخذت دي خطوات استثنائية في سبيل ان احنا نوصل بعد كده للمعدلات الطبيعية. أستاذ رنا، بالنسبة للمستثمرين المحليين العاملين في مجالات كانت تستلزم استيراد بعض مستلزمات الانتاج
إنتاج العاملين أو المستثمرين في قطاع الإنتاج الحيواني والثروة الداجنة في قطاعات مختلفة كصناعات الأدوية. الآن كنا أشرنا إلى خبر مرتبط بمتابعة رئيس الوزراء المصري مباشرة لعمليات الإفراج عن مدخلات الإنتاج، عن مواد غذائية، عن سلع أساسية، عن أعلاف وأدوية وخلاف ذلك. انعكاس هذا بالنسبة للمستثمرين في هذه القطاعات كمرحلة أولى؟ طبعا كمرحلة أولى انعكاس إيجابي جدا، لأن هو الفكرة كلها في مصانع كانت توقفت، في مصانع عليها طبعا expenses أو مصروفات عالية جدا ومش عارفين يشتغلوا، فمبدئيا كده المصانع هتبدأ تشتغل، فإحنا كنا في خسائر غير طبيعية في هذه القطاعات بسبب توقفها عن العمل. فحتى لو السعر النهاردة بتاع العملة مرتفع، إنما هو هيبدأ يشتغل تاني وهيبدأ الاقتصاديات الطبيعية للشركات تشتغل، وبيها بعد شوية زي ما أنا أشرت في التضخم وفي الدولار وفي الكلام ده كله، الأسعار بعد كده برضو هتبدأ بسبب انخفاض أو تدريجي بعد كده إحنا بنقول بالاقتصاد هيحصل أوفر شوتينج في الدولار، وبعد كده هتبدأ العملية تنزل للمستويات الطبيعية بتاعتها. وفي كل الأحوال لن يكون هناك تسعير للدولار بالسعر اللي كان بعض المستوردين بيشيروا إليه بأنهم وصلوا إلى ذروة التعامل على النقد الأجنبي بالسعر في السوق الموازية. طبعا حكاية السوق الموازية دي كانت أكبر مشكلة، وخلي بال حضرتك برضو مش هيبقى فيه مضاربة على الدولار، مش هيبقى فيه استثمارات في أوعية مختلفة علشان الناس تحمي استثماراتها من ارتفاع سعر الدولار. اللي عايز دولار دلوقتي برضو البنك المركزي طلع قرار ان رفع الحدود على القوت الائتمان، البطاقات الائتمانيه صحيح، البطاقات الائتمانيه، فكل ده هو بيدعو الى الطمانينه، فكل حتى الناس اللي كانت حاطه دولارات في اي اوعيه اخرى هتبدا ترتاح للعمله المصريه مره اخرى، ويبدا الاقتصاد ياخد الياته بشكل طبيعي. شكرا جزيلا لحضرتك من القاهره الاستاذه رنا العدوي رئيسه مجلس اداره شركه اكيومن لاداره المحافظ وصناديق الاستثمار.